الرسول مدير شرطة منطقة الرياض سعادة اللواء فهد بن زين الطيري. سوي بس ايش رايك نسوي في المصريين خط تصوير افتتاح مرور سعادة المحافظ مدير شرطة الرياض سعادة الطيري ومدير مرور الرياض. الو هلا السلام عليكم معك تفضل. احنا طال عمرك اللي نفقدك احيانا نعم. هو التعامل الحسن ولا ودنا والله نتكلم قدامه الحقيقه لكن من اول يوم باشر نعم. هذا منهج التعامل الحسن كل من خرج من هذا المكتب يثني عليه ويدعو عليه ويدعو لك هذا اللي يريده نعم. المسؤول من وراء كلمه الشيخ عبد الله الطيار وهذا مطلب طويل العمر احنا طويل العمر ما وجدنا هنا الا خدمه الناس كلها جميع من يدخل عليك المكتب حتى لو بابتسامه او بتعامل حسن ترى هذه مطلب اساسي حتى لو ما يكون مطلوبه نعم انا اقول نعم هذا شغلنا اشتركوا
وسامي أنا قبل أمس عند أبو فهد عند الشرطة مرتب لي لقاء، والحقيقة ألقيت يعني لمدة يعني يمكن ربع ساعة أو كذا، لكن اللي سرني لسنة ما تكرر الموقف. جلست عندهم حوالي ساعة إلا ربع، كلها أسئلة أخبار رمضان ومدى الصيام والقضاء، فسرت كثيرا وقلت له الأجر أنت تدرك الأجر كامل. الله يجزاك خير.